إن شاء الله ابتدينا الحملة اللي بتندرج تحت استراتيجية القضاء البلهارسي 2020 إن شاء الله. الحملة دي بنستخدم فيها البرازي كوانتيل اللي هو عقار خاص بالقضاء على البلهارسيا. بنتنقل من منزل إلى منزل من خلال فرق بتتكون من فني معمل وبتتكون من ممرضة، بالإضافة إلى التنقل من منزل إلى منزل في الـ11 إدارة اللي هم مختصين بمحافظة سوهاج كلهم. مستهدف محافظة سوهاج 544,499 موزعين على 11 مركز في سوهاج، عدد المواقع 168 موقع، الفرق المشاركة 312 فريق، عدد الأقراص حوالي 1.5 مليون قرص برازي كوانتيل، السن المستهدف من 6 سنين فما فوق، سواء مواطنين أو تلاميذ مدارس.